السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ اخباركم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله الجميع يكون بخير. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، ضروري جدا ان احنا نشرحه. الفيديو النهاردة بيتكلم عن توزيع او اساسيات توزيع الاضاءة في المنتجات والاطعمة. طبعا اساسيات توزيع الاضاءة في التخصص ده احنا هنتكلم عنها بشكل مباشر، اي تخصص تاني انا مش هتكلم عنه. هنا تحديدا بتكلم عن تصوير الاطعمة والمنتجات وايه علاقتهم بعقارب الساعة. بس قبل ما اقول ايه علاقتهم بعقارب الساعة، هتكلم او هوضح احنا هنقول ايه. طبعا دي الساعة اللي احنا بنتكلم عنها، وبعدين احنا ازاي هنوزع الاضاءة ونشوف وضع الكاميرا بتاعتنا فين، يعني هنشوف اضاءتنا هتبتدي فين وتنتهي فين، ووضع الكاميرا المناسب في الوضع اللي احنا شايفينه بتاع توزيع الإضاءة. وبعدين هنشتغل إضاءة معاكس، يعني إضاءة معاكس أو ريفليكتور. بعدين هنشتغل إضاءة مع إضاءة، واللي عايز أكد عليه والمهم جدا، استنوني في نهاية الفيديو هشرح الكلام ده بشكل عملي مع منتج بشكل مبسط جدا. يعني هجيب منتج ووزع الإضاءة بشكل بسيط، بحيث الشرح اللي انا هشرحه في الفيديو هشرحه لكم عملي بشكل بسيط عشان الفكرة توصل. هندخل على الشرح، استنوني. وهنقول ايه هي ايه الساعة وايه علاقتها بتوزيع الاضاءة. استنوني. زي ما احنا شايفين الساعة بتاعتنا عندنا من الساعة 9 ل 12 لحد الساعة 3، يعني 9 12 3. هنشوف الشكل اللي بعد دوت ازاي احنا هنشوف توزيع الاضاءة ووضعية الكاميرا هتبقى موجودة عندنا فين. هنشوف توزيع الاضاءة لما نروح في الشكل اللي بعده ووضعية الكاميرا موجودين فين. لما نروح هنا في الشكل ده احنا شايفين قدامنا هنا من اول، هنا من اول السوفت بوكس دوت، ده سوفت بوكس من اول الاسود اللي هنا عند اخر الكاميرا اللي على اليسار ديت، دي الكاميرا اللي على اليسار ديت، ماشي. وفي هنا سوفت بوكس، كل دول سوفت بوكس، ده سوفت بوكس هنا كده. انا وزعت الاضاءة من اول الساعة 9 لحد ما وصلت لغاية الساعة 3. طيب الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ يعني انا ما ينفعش احط اضاءة عند الساعة 6؟ لا، ما ينفعش تحط اضاءة عند الساعة 6. هقول في الشكل اللي بعديه امتى احنا هنوزع اضاءة مع اضاءة واضاءة مع عاكس. بس انا حبيت في الاول افرجكم شكل توزيع الاضاءة من اول الساعة 9 لحد الساعة 3 هنا في السوفت بوكس دوت. وده وضع الكاميرا، افضل وضع هيكون ليها. انا ما بقولش انه لازم نحطها في من اول الساعة 5 لحد الساعة 7. يعني انا عندي كاميرا على الساعة 5، وكاميرا على الساعة 6، وكاميرا على الساعة 7. دول انسب اماكن تحط فيهم الكاميرا مع توزيع الاضاءة اللي هو من 9 لحد الساعة 3. طيب احنا هنروح الشكل اللي بعده ونشوف احنا ازاي هنقدر نوزع الاضاءة بتاعتنا. هنا انا عندي اضاءة من زي ما قلت من 9 لحد 3 عشان ما نتكلمش فيها كتير. طيب انا ينفع احط اضاءة مثلا لما نيجي نمسك اللي هنا عندنا هنا كده، انا عندي ريفليكتور على اليمين اهو، وعندي اضاءة على الساعة 9. طيب انا عشان احط الـ الاضاءة على الساعة 9 ضروري اني احط ريفليكتور على الساعة 3 عشان يحجب لي شوية الظل. احنا لما نشوف الظل اللي هنا ده، شايفين الظل ده كده، انا مثبت الظل ده هنا وعامل محاكاة بالشكل التاني اللي هو بالريفليكتور ده. لما هنروح كده بالريفليكتور، انا عندي اضاءة على الساعة 9، يبقى انا هحط ريفليكتور عند الساعة 3 عشان اهدي الظل اللي طلع من المنتج بتاعي. كل ما انا هوزع اضاءة هحط ريفليكتور قصادها، ماشي. حتى لو انا شغال على الساعة 12 زي هنا كده، على الساعة 12، ماشي، اقدر احط ريفليكتور. بس انا وريتكم قبل كده في فيديو موجود اللي هو صورتها ازاي بتاع العزل على الارضيه البيضاء اللي هو كان فيه الفلفل، هحطه في الديسكريبشن هتشوفوه معايا ان شاء الله. اقدر احط ريفليكتور
على الكاميرا نفسها على العدسة في المنطقة اللي هنا دي، وانا وريتكم تقدروا ترجعوا للفيديو وتشوفوه. خلاص يبقى احنا كده عرفنا هنا ان انا عندي اضاءة وعندي ريفليكتور قصاد الاضاءة. اقدر احط 2 ريفليكتور؟ اه تقدر تحط 2 ريفليكتور. اقدر احط 3؟ على حسب توزيع الاضاءة وعلى حسب زي ما انت عايز. تقدر تحط ريفليكتور في المنطقة دي هنا كده، وتقدر تحط ريفليكتور في المنطقة دي هنا كده عشان تهدي شوية الظل. خلاص يبقى احنا ايه، خلاص عرفنا هنا توزيع الإضاءة مع الريفليكتور. نروح للي بعديه، لأن يعني في حد هيجي يقول لي وأنا ينفع أحط إضاءة مع إضاءة، يعني إضاءة على الساعة مثلا 7 هنا؟ أه ينفع. أقدر أحط إضاءة على الساعة 5 هنا؟ أه ينفع. طيب تعالوا نروح نشوف الشكل اللي بعده. أنا هنا بقى عندي إضاءة قصاد إضاءة. لما أجي أنا أحب أنا أشتغل بالإضاءة بتاعتي دي هنا كده، ماشي، شوف بقى عندي إضاءة على الساعة 3 وإضاءة على الساعة 9. بس ضروري نفهم إن الإضاءة اللي هي مكان الريفليكتور اللي هي على الساعة 3 اللي هنا دي لازم تكون إضاءتها أخف بكتير من الإضاءة الأساسية. يعني أنا عندي أساسي هنا على 9 وعندي ثانوي هنا على 3. ليه أنا بحط إضاءة تانية في المنطقة دي؟ بعمل في الإضاءة، بزود إضاءة، بعبي نور أو بعبي إضاءة في شكل المنتج بتاعي من قدام. أنا أحيانا إحنا بيبقى عندنا منتجات محتاجين إن أنا زي اللي بيتصور على الأرضية البيضاء، أنت بتحط له إضاءة على الساعة 3 وإضاءة على الساعة 9، وممكن تحط له إضاءة من فوقه كمان، يعني تقدر تحط إضاءة من فوق المنتج. فهنا كان الشرح مبسط وسريع إن إحنا نقدر نوصله. معلش هرجع تاني، دي الساعة بتاعتنا، احنا قلنا الإضاءة بتاعتنا من الساعة 9 لحد الساعة 3، ده الشكل بتاعنا هنا وكده اهو. خلاص طيب هنروح هنا، قلنا ان توزيع الإضاءة بيبدأ من الساعة 9 لحد وانت ماشي من فوق لحد الساعة 3، والكاميرا بتاعتنا انسب وضع ليها. انا ما بقولش حد ما يصورش من عند الساعة 4، صور وشوف انت ايه اللي يطلع معاك، بس ده انسب وضع من الساعة 5 6 7، ده انسب وضع للكاميرا وللزاوية اللي انت تقدر تاخدها مع. يعني انا مثلا عندي هنا الساعة 5 مع اضاءة الساعة 11، ممكن من اضاءة من الساعة 10 مع الساعة 5 مع الكاميرا من الساعة 5. كل واحد هو شخصيته وطلع المنتج بتاعه ازاي، بس ده مفهوم اساسي عن توزيع الاضاءة من 9 لحد الساعة 3. وهنا اتكلمنا عن الريفليكتور مع إضاءة. شوف ده الوضع، ريفليكتور، الريفليكتور مع الإضاءة. طيب طبعا الريفليكتور اللي هو العكس الأبيض مش هيديني في الإضاءة كتير زي ما هروح وأحط إضاءة مع إضاءة زي ما إحنا شايفين بالشكل ده. أحط إضاءة مع إضاءة، الفيل هنا هيكون أفضل وهيكون أكتر. بس خلينا نتكلم عن إن دي إضاءة ثانوية ودي إضاءة أساسية. يعني أنت هتبقى على الساعة 12 هتحط إضاءة الساعة 6، يعني نيجي نحط الساعة الإضاءة بتاعتنا الساعة 6، أنا عندي 12، أكيد أنت هتصور من الساعة 5 مثلا أو هتصور من الساعة 7، وتقدر تصور من الساعة 6 زي ما قلت لكم. هحط لكم الفيديو بتاع الفلفل اللي هو العزل على أرضية بيضاء في الديسكريبشن عشان تشوفوا المنطقة اللي هي الريفليكتور اللي أنا كنت بركبه على العدسة بتاعت الكاميرا. طبعا بعد الشرح ده، عبارة عن شرح نقدر نسميه نظري، في اخر الفيديو انا هحط شرح فيديو عملي بسيط في 2 3 دقايق بالكتير عشان ما اطولش عليكم. هحط منتج، اي منتج بسيط، ونشتغله مع بعض. استنوني في نهاية الفيديو ونشوف الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا تاني معاكم بعد ما شرحنا الكروكي بتاع توزيع الاضاءة واساسيات توزيع الاضاءة. احنا اتكلمنا طبعا في الشكل ده عن الساعة، انا هشرح سريعا وهدخل الموضوع، بس انا عايز اوضح انه كل واحد بعد ما يشوف الفيديو دوت هيبقى في المستقبل هيحلل اضاءة كل صورة، هي فيها كم اضاءة، فيها عواكس، هو وزع الاضاءة ازاي من الساعة 9 لحد الساعة 3. فاحنا هنشوف مع بعض دلوقتي سريعا كده محاكاة للموضوع. هنعتبر ان ده المنتج بتاعنا بالشكل ده كده، تمام، ونيجي نشوف الإضاءة لما نوزعها
من هنستخدم هنا إضاءة واحدة من الساعة 9، شايفين الإضاءة؟ من 9 10 11 12، دي شكل الإضاءة بتاعتي، تمام؟ لو جينا هنا من الساعة 3 شايفين الإضاءة؟ 3 2 1 12. طيب أعمل محاكاة، إحنا كنا قلنا إن أنا هحط إضاءة مع عاكس زي كده، هنعتبر إن ده العاكس، دي إضاءة على اليمين من الساعة 3 وعاكس على الساعة 9، أو زي ما شرحنا في الكروكي قلنا إن الساعة 9 قصادها عاكس أو ريفليكتور من على الساعة 3 زي كده، زي ما شرحنا كده بالشكل دوت. طيب هينفع نحط إضاءة مع إضاءة زي أنا ما شرحت في الكروكي؟ أه ينفع أحط إضاءة مع إضاءة زي كده. شوف أدي إضاءة هنا على 9 وأدي إضاءة، شايفين؟ شايفين الجزئية دي بتاخد في الإضاءة إزاي؟ ده اللي أنا كنت بتكلم عنه، غير لما أحط العاكس. لو إحنا جينا حطينا العاكس بيخف معايا شوية من الشادو الضل، شايفين؟ هقرب العاكس وأبعده زي كده، دي إضاءة مع إضاءة بالشكل دوت، شايفين؟ ممكن أخلي الإضاءة فوق، ممكن أخليها تحت، ممكن أغير اتجاهها. يبقى أنا عندي إضاءة من 9 وإضاءة من 3، إضاءة من 10 وإضاءة من 3، 11 ومن 3، 5، 4، 5، زي كده، شايفين؟ ده بيبقى لو أنا هحط إضاءة مع إضاءة. يبقى أنا شرحت كده بالتفصيل إضاءة مع إضاءة وعاكس مع عاكس، تمام؟ تاني هنشرح من 9 لحد 3، شايفين مسار الإضاءة؟ شايفين الظل عامل إزاي؟ ده اللي أنا كنت بتكلم عنه في الكروك اللي شرحته من شوية، وده يعني بشكل بسيط تنفيذ عملي للموضوع. دي الإضاءة بتاعتنا اهي، شايفين؟ طيب إضاءة مع عاكس بيكون الوضع كده، العاكس قصاد الإضاءة مع المنتج، أو إضاءة مع إضاءة زي ما إحنا شايفين كده، شايفين؟ ده وضع الإضاءة مع الإضاءة. بكده أبقى أنا شرحت الموضوع كامل. عايز كل واحد، بالذات الناس اللي داخلة معانا جديد في تصوير الأطعمة، الناس اللي بتبتدي جديد في التخصص دوت، بعد ما يشوف الفيديو ده يعود نفسه ان كل صورة هيشوفها او كل صورة عاوز يقلدها او كل صورة حابب يعرف هي اتصورت ازاي. لو تخيل معانا الساعة من 9 لحد الساعة 3، لو تخيل معانا الاضاءة متوزعة ازاي، هيعرف الاضاءة محطوطة فين، واذا كانت اضاءة مع اضاءة ولا اضاءة مع عاكس، او لو في شغل على ارضية بيضاء. انا قلت هسيب لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو بتاع المعزول اللي هي صورتها ازاي بتاع الفلفل. ما تنسوش دعمكم للقناة، عايزين اشتراكات، لايك، تعليقاتكم، انا ان شاء الله بإذن الله قد ما اقدر برد عليها، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.